روى شابان سوريان قصتهما لبرنامج لم الشمل بعدما وصلا إلى جزيرة مايوت التابعة للحكومة الفرنسية في المحيط الهندي، إذ قال الشابان الشقيقان أحمد وعبد الكريم العلو إنهما غادرا لبنان عام 2018 إلى مدغشقر بفيز نظامية، وبعدها انتقلا إلى جزيرة مايوت القريبة بغرض الحصول على اللجوء الإنساني من فرنسا لكون الجزيرة خاضعة للحكم الفرنسي. يقول الشابان إن لجنة فرنسية كانت في الجزيرة رفضت طلبات لجوئهم إلى باريس بذريعة عدم تأكدها من أنهما مطلوبان للخدمة العسكرية في سوريا، بل طالبتهما بالعودة إلى سوريا الأسد والخدمة في جيش بلادهما لأنها شرف وطني على حد تعبير الشرطة للسوريين الاثنين. ولمناقشة تفاصيل ذلك الموضوع رحب بأحمد العلو طالب لجوء سوري معنا من جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي أيضا، ورحب بعبد الكريم العلو طالب لجوء سوري من جزيرة مايوت الفرنسية. أهلا بكم. أبدأ معك بداية أحمد، كيف وصلت إلى هنا وكيف خطر أصلا ببالكم الذهاب إلى هذه الوجهة؟ مساء الخير ومساء الخير للمشاهدين الكرام. في لبنان بال 2018 صار في ترحيل كبار السوريين على لبنان، وما كان في طريق قدامنا غير يعني نطلع على مدغشقر، كونها هي الجزيرة يعني ما بتطلب فيز، يعني تكون فيز صعبة بالمطار دغري. وجينا على مدغشقر وشفنا انه هون في جزيرة مايوت تابعة لفرنسا، وجينا اول ما وصلنا لهون قدمنا. طيب الآن وأنت تتحدث معي أين تقيمون؟ نحن نقيم الآن في منزل مع شباب من الأخوة السوريين الذين حصلوا على موافقات من قريب، ولكن نحن الاثنين لم نستطيع إثبات، يعني لا يوجد حسب ما يقولون لا يوجد إثباتات للخدمة العسكرية. نحن طلعنا يعني من 2012 من سوريا. ماذا طلبوا منكم فيما يتعلق بالخدمة العسكرية للتوضيح أكثر؟ ماذا قيل لكم يعني في هذا الشأن؟ يعني مثل دفتر عسكرية أو يعني نعم طلب استدعاء أو كذلك يعني هيك شيء. طيب ما يعني من 2012. أنت الآن متواجد مع تقول هنالك أحد السوريين موجودين معكم. للتوضيح أكثر يعني حدثنا أكثر عن قصتكم، وهل هنالك رأيتم أي أحد من السوريين أو هنالك أصلا مطاعم سورية أيضا؟ لا يوجد لا مطاعم ولا حتى ولا. نعم يوجد هنا بس اثنان قديما أول ما وصل ما إلى الجزيرة. اثنان ضاحي وعلي. طبعا نحن شفنا قصة الإنترنت وأجينا على جزيرة مايوت. طيب أنتقل إليك عبد الكريم، لو تحدثنا أكثر عن قصتكم كيف بدأت. مساء الخير. نعم أنا الرفض في 12 شهر استلمت الرفض في 12 شهر. نعم تسمعوني؟ في 12 شهر استلمت الرفض. نعم لا أسمع شيء. لو تحدثنا أكثر عن هذه القصة، كيف بدأت قصتكم عبد الكريم؟ طلعنا من سوريا من 2012 إلى لبنان. ومن لبنان طلعنا على مدغشقر، من مدغشقر إلى مايوت. نعم وقدمنا اللجوء هنا. نعم طيب بعد تقدمكم بطلبات اللجوء ماذا قيل لكم عبد الكريم؟ تسمعني؟ نعم
طلبوا منا أدلة. سأنتقل إليك أحمد العلو. أحمد، بعد أن قدمتم طلبات لجوء ماذا قالوا لكم؟ بعد ما قدمنا أول مقابلة كبرى بعد 8 شهور، المحقق حاول يقنعني أنه هذا الشيء واجب وطني يعني. أنا قلت له لا، يعني كيف واجب وطني؟ قال لي يعني أنه طلت فيها حرب. المحقق أين يعني، في أي بلد أو في أي مكان بالتحديد؟ حقق الأوفبرا في باريس. نعم. ومن بعدها إجت لجنة للمحكمة الوطنية لحق اللجوء وقابلونا أنا وأخي عبد الكريم نفس الوقت، وطلبوا يعني انه مثل استدعاء للخدمه او دفتر عسكريه، وما يعني ما كان في عندنا ما. طيب هل تلقيتم اي اعانات حكوميه من قبل الحكومه؟ لا ولا شيء. طيب الرسائل، ما هي رسائلكم؟ نحن رسائلنا يعني بنطالب منظمه العفو الدوليه تتابع قضيتنا، وبتمنى من السوريين اللي موجودين في المهجر وخاصة في فرنسا إنه يوقفوا ويساندونا، يوقفوا حدنا يعني، لأنه هلا ما بنعرف، عم يقولوا إنه في ترحيل على سوريا يعني. نحن هربنا من هذا النظام من بشار الأسد المجرم عشان ما إنه يعني نتورط، ولا إنه أصلا يعني ما بدنا إنه يعني الخدمة العسكرية ولا شيء ما. طيب عبد الكريم، وبشكل سريع لو سمحت، ما هي رسالتك من خلال هذا البرنامج؟ تفضل. أناشد الإخوان السوريين في فرنسا لا أريد أن أرجع إلى سوريا. نعم. ويا بشار الأسد الظالم، ولا أريد أن أخدم في الخدمة الإلزامية. نعم، شكرا جزيلا. وأطالب أشكرك عبد الكريم العلو وأيضا أحمد العلو، كنت معنا من جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من لم الشمل. تفاصيل أو فتجدونها على موقع تلفزيون سوريا. إلى اللقاء بأمان الله.